حبي الآن. أوه. وأين بلا؟ بلا. رئيس الحرس. حار مولا. ورس قدرك مشت. لم يقدم بعد مولاتي. لم يقدم بعد مولاتي. ابحثوا عنه وليأتي حال. حاضر مولاتي. حاضر مولاتي. لم Thank you.
هذه العساكر من؟ لا أبي، أين أنت أيها الإمبراطور؟ لا تتعب نفسك يا بني كلود، نائم نوما عميقا وإلى الأبد. لا حياة لمن تنادي. من اليوم لا تنتظر ردا من أبي. ما معنى هذا؟ أبي ما زال هو الإمبراطور، ومن أوحى لكم هذا الأمر؟ أنت يا بلاس أنت عبد فقط، أنت وزير فقط، أنت تتخلى على أبي، أنت تتمرد عليه، أنت تخدعه مع الكريتين، أنت أنا لم أفعل شيئا، فتلك مصلحة روما. وهل من مصلحة روما أن تقوم بانقلاب؟ أنت عبد فقط. وأنت يا أجريفين، كيف تتخلين عن أبي كلود وعن هذه المسؤولية؟ لابد من استشارة المجلس. المجلس موافق، والشعب خرج إلى الشوارع، والجيش كذلك، والفيالق الأجنبية من إفريقيا، أوروبا، إثيوبيا، آسيا، كلهم هنا في روما، وهم مستعدون لإعلان ولائهم لنيران. نيران الشاب، نيران الجميل. Shut up!
أقتلكم أيها المسلمين. قتلتم الشيخ السامح. قتلتم الشيخ العظيم. اقرأوا الطبول علامة. Thank you.
سيدي يا معلمي، لا تتركني ابدا لوحدي، انت الان مستشاري. شكرا يا مولاي شكرا. ما بيني وبينك عندما نكون لوحدنا فانا نيرون، ناديني باسم نيرون وكفى. وهو لك يا مولاي وهو لك. ها هناك ماذا احضرت؟ احضرت لك عده اشياء. عليك اولا وقبل كل شيء ان تبعد القائد بلاص، وذلك لكي لا يكون عليه فضل لانه هو الذي وضعك هنا. صحيح، لقد رايته عده مرات يعصي اوامري. سناك ساقضي عليك. ساقضي عليه. لا لا لا، خطأ يا مولاي خطأ. خطأ؟ نعم. أنت تقول لي خطأ؟ معذرة يا نيرون، اسمع لي. نيرون وتناديني باسمي؟ أنا إمبراطور روما العظيم. سناك، سأقضي على بلاص الحقير وأطلب من المجلس أن يعطيني كل الصلاحيات، الدفاع، الخارجية والمالية. نعم نعم، من حقك، فأنت هو الإمبراطور وأنت هو الأب، ويجب أن يكون كل شيء في يديك. و وماذا؟ هات ما عندك. ما رأيك أن نعد فيلقا من العبيد ليهجموا على روما، وهذا بعدما نحضرهم عسكريا طبعا، فيقتلهم الحرس الملكي الذي يكون بانتظارهم، إلا واحدا، أعني القائد، ذلك القائد العبد الذي نعده بأنه سيبقى قائدا مقابل اعترافه أمام الجميع بأن صاحب فكرة التمرد هو بلاص. ثم نقضي عليه بالضبط كما فعل بوش إمبراطور أمريكا بالعبد أسامة. فبعد انهيار البرج التجاري قررت الإدارة الأمريكية، ولقد تم إرسال الضباع الاقتصادية إلى البلدان العربية. ولا يبقى أمام بلاص إلا الهروب أو الدفاع على نفسه. عندها نبعث له أحد المتعصبين لروما فيطعنه بطعنة خنجر. لا يطعنه بخنجر. ما رأيك في السم؟ السم يوضع له السم في كأس من النبيذ، سم من النوع المفعول الخاص، هكذا أتفرج عليه وهو يختنق وأستمتع بموته. وهكذا يبقى عبرة للباقي، وكل من يتمرد على روما يجب أن يقتل. سأجعل منك فيلسوف الإمبراطورية، سأجعل منك فيلسوف الإمبراطورية، ولا أحد يستطيع قراءة كتاب ولا مسرحية من غير مسرحياتك. اتبع. المالية الدفاع وقف.
المالية. وما دورنا نحن؟ نحن إذا لسنا إلا لعبة في يده أو دمى. ويحي أيريد الفوضى؟ نعم يريد الفوضى. الفوضى. نعم يريد الفوضى. وعليه يا بودا أن يحسس كل أعضاء المجلس لكي لا ينخدعوا بأفكاره وخطبه فينشروا وراءه. إن أفكار ذلك الفيلسوف المتعطش الذي يريد أن يجرب شرابه فينا. أفكاره. أسفاره. لابد لنا من طريقة لإبعاد ذلك المجنون عنه. مستحيل. مستحيل. لقد مضي المرسوم ووسع في كل إدارة روما في الداخل والخارج. ولا تنسى فإنه مستشار وفيلسوف الإمبراطور. المهم أخطأنا وأخطأت أجريتين. وأخطأ راس. نعم أخطأ. لقد فهمت اللعبة. براس لم يكن متمردا بل نصب له فخ ونحن انجررنا وراءه وقتل بدون محاكمة. حقير. حقير. فألاعيب ذلك المشعب وذلك المتنقرس الفيلسوف الخبيث. اسمع يجب أن نسرع وإلا ستدخل روما في دوامة. نعم. وستتكلم علينا الشعوب الهمجية. كل الشعوب الهمجية تنتظر تلك الساعة. ما العمل؟ نتصل بالجيش، أعني القادة وخصوصا ذلك أنا فيه. قاعد اللفيف. نعم. ألم تقرأ المراسيم؟ مستحيل. مراسيم بتنصيب القادة وتعيين هذا الشهرين. متى وقع هذا؟ وكيف وقع؟ نحن لن نوافق على هذا الأمر ولم نناقش هذا الأمر. صباح أمس ونحن في العشية وصفي ليلا وحسب آخر ما وردني من معلومات سيكون دورنا غدا. إما نعطيه الصلاحيات ونوافق على كل ما يريد وإما ستعلن حالة الطوارئ. الحل الوحيد لإنقاذ روما. الحل الوحيد. لا 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 روما. 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 روما.
هذه الفرصة، نعم، ونحضر أنفسنا ونحضر خططا كي نتخلص من لا يوجد حل آخر. أتصل بالجيوش الخارجية، ومن الممكن أن نخسر الحرب. لا بد من مصادقة المجلس. المجلس. أوكتافي
المرأة البلهاء التي لا تعرف معنى للحب. أوه عشان تعيد. همها الوحيد الأكل والشرب والحكايات. أحكم. أرأيت في حياتك إمبراطور يتزوج امرأة سمينة كلب الميل تتركك؟ لا مستحيل. أنت يا مولاي يلزمك امرأة جميلة رشيقة مثل الغزال. تحب؟ أجل تحب. تحبك وتعبدك تعبدك مثل الإله. فكرتني. هل فكرت في الخطبة التي سألقيها أمام المجلس؟ حول ماذا يا إمبراطور الزمان؟ حول موضوع آخر. وما هو يا أطلبه لنفسي؟ وما هو؟ شيء في نفسي من الصغر وأنا أستحقه. سنك؟ أن أصبح إلهاً. والله صبر عنده على صوتيس عنده ديكا. ماذا قلت يا مولاي؟ أن تعبد وأنت حي؟ هذه الفكرة لا يقبلها المجلس يا مولاي. وربما ستثور طائرة الشعب وتثور طائرة المجلس وربما تكون نهايتنا يا مولاي. نهايتنا؟ نعم نهايتك أنت. الآن
المسرحية أين يكون فيها التمثيل مقنعا. ويضاهي المسرحيات اليونانية. ضفدوا